في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران من وضع حد لشبكة إجرامية خطيرة مختصة في الاعتداء على المواطنين وسرقة مركباتهم. القضية جاءت استغلالا لمعلومات أمنية مفادها وجود تحركات مشبوهة لعناصر الشبكة على مستوى حي حياة ريجنسي ولاية وهران، بصدد التحذير لصفقة بيع مركبة مسروقة بعد الاعتداء على مالكها. تم على إثرها وضع خطة محكمة وغلق جميع المنافذ والمداخل الرئيسية للحي مع وضع نقاط رصد ومراقبة. أسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و 44 سنة ينحدرون من ولاية وهران، وأحدهم مبحوث عنه من طرف العدالة. استرجاع سيارة مسروقة نوع سيات ليون وحجز مركبة تستعمل في عمليات السرقة بلوحتي ترقيم غير متطابقتين ولوحة الصانع خاصة بسيارة نوع رونو، إضافة إلى حجز أسلحة بيضاء وهواتف نقالة. بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة فلوسن حول جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة مع استعمال العنف، التعدد، الضرب والكسر، محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وإخفاء أشياء مسروقة وحيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس بغير مبرر شرعي.